اسم المشروع ميبل، وهو يعني أونلاين بيكري حلويات، وبيوصي ممكن يوصي على أونلاين. بلشت أول شيء كنت أعمل كيكس صغار وهيك، وبعدين طورت أكثر، صرت أعمل سابلي كوكيز وهيك، ومن جديد عاملة إنه هيك كريم بوفس محشين كريمة. أكتر شيء بيطلبوه هو السابلي، اللي هي إنه بتجيب ذكريات للعالم اللي إنه عمرهم كبير، إنه كانوا يحبوا يأكلوا هنا وصغار، فمو كتير محلات بتعملها هلأ أو بتعملها بالإتقان نفسه إنه مثل زمان، لهيك إنه هي أكتر شيء بتنطلب هلأ. اجت فترة انه كان عندي مصاري معينة انه خاصة فيني، وحابة انه اعطيهم لحدا محتاج. بعدين انه كان بدي اياه يكون انه شيء مستمر، انه عندي دخل مستمر اقدر دائما انه اعطي قسم منه للمحتاجين. فخطر لي انه ببلش بمشروع معين وبخلي نسبة من الربح بتكون للمحتاجين. هلا طبعا بما انه ببداية المشروع انا يعني لسه انه ما فيني احدد قسم من الربح واعطيه للمحتاجين، بس انه مع الوقت، بس لحتى يتطور المشروع أكثر، ممكن إنه حدد مثلاً 20% 30% بيروحوا للمحتاجين. فأي حدا بيوصي من عندي إنه خلص هو عارف إنه قسم من المصاري اللي عم يدفعون حتروح للعالم المحتاج. هلا أكبر صعوبة هي إنه إذا مثلاً إنه عندك وقت محدد وبدك تسلمي الطلبية، إنه يصير معك مثلاً خطأ، يحترق كذا، إنه ما بيكون عندك خطة بديلة. هلأ هو هذا التعامل مانو إنه محترف إنه تأجلي طلبيتك أو هيك، فإنه ممكن نتدارك المشكلة، نعيد الطلب، نعيد الشيء اللي عملناه وما زبط. طب الأسنان بده دراسة كتير وبده شغل كتير. بالبداية أهلي شوي عارضوا إنه بجوز ما يكون عندي الوقت الكافي إنه أعمل الطلبيات وهيك، بس انه بس اثبت لهم انه انا قادره اعمل هذا الشيء وعندي شويه وقت فراغ، انه لا لقيت فيه دعم. واحد من احلامي انه افتح محل هيك صغير ويكون انه خاص فيني انا، يعني انه ما انه شركه كبيره او شيء، بس انه محل صغير وخاص فيني. بالمستقبل ممكن أقدر أحقق هذا الشيء.